قضايا العقود الخاصة بنمذجة معلومات البناء أو البيم، كتبه المهندس أحمد لطفي، يقرأه عليكم عمر سليم، نشرت بمجلة بيم أرابيا. محامي الإدعاء: سيد القاضي، حضرات المستشارين، هذا الرجل قام بتحريك النموذج من مكانه دون إذن، وتسبب بأخطاء هندسية كبيرة في ربط البناء مع شبكات الخدمات، طالب بتطبيق أقصى العقوبات بحقه. محامي الدفاع: اعتذر السيد القاضي إن الموديل ليس ملكا لموكل المدعي حتى يمنع موكلي من تعديله، الموديل يعتبر ابنا لموكلي، فهو الذي قام بتنشئته منذ البداية. القاضي: حكمت المحكمة حضوريا بحجز الموديل على ذمة التحقيق لسؤاله عن علاقته بالمدعى عليه، تؤجل الجلسة لموعد آخر. قد يكون المثال المذكور أعلاه مبالغة فيه، لكن في الحقيقة إنه ممكن الحدوث. من المعروف أن البيم هو استخدام قاعدة بيانات رقمية لدمج عمل جميع أعضاء فريق التصميم وبناء مشروع وتوليد نماذج وخطط وتقارير ثنائية وثلاثية الأبعاد. يمكن أن تضاف عليها التكلفة والجدول الزمني لخلق أبعاد رابعة وخامسة في موديل واحد أو أكثر، وهو ببساطة يجعل التصميم والتنفيذ جهد جماعي ذو مركزية وليس فرديا. ولهذا فسيثير البيم مسائل قانونية جديدة لم تكن فيما قبله. يسمى المشروع بمشروع بيم عندما يسمح لمجموعة من المهندسين على اختلاف اختصاصاتهم وانتماءاتهم التعاقدية بالعمل على نموذج رقمي واحد هو النموذج. حسنا، هذه هي نظرية فقط، والتطبيق وحده تعرف مدى صحة النظرية، ولكن قبل البدء يجب وضع معايير متفق عليها دوليا للكمبيوتر والتكنولوجيا كونهما قاعدة البيم الأساسية، وإيجاد تعريفات لكل عناصر ومكونات العملية. وهذا فعلا ما يحاول المختصون من عدة دول، بينما أنت تقرأ هذا المقال الآن، أن يكونوا السباقين إليه. ووفقا للتحديثات الأخيرة يبدو أن التوافق الكامل لنماذج الكمبيوتر الهندسية لمحترف التصميم سيكون ممكنا قريبا. إذا نظرنا إلى مجموعة عمليات البيم نظرة حيادية بعيدا عن تكنولوجيا الكمبيوتر، فاستبدوا تماما كصناعة الحساب مع وجود أكثر من طباخ كل نوع مكوناته الخاصة. وهنا نتساءل في هذه الحالة من سيكون المسؤول عن عمل الحساب، نجح أو فشل؟ قانون المقاولات الأمريكي مثلا هو مأخوذ عن القانون البريطاني العام، وهما من الدول السباقة في موضوع البيم. اعتمد النظر على هذه المسألة على عالم من الأبيض والأسود فقط، لا وجود لألوان أو درجات أخرى، واعتبر كافتراض وجود طرف مخطئ تماما وآخر مصيبة تماما، ثم يحاول كل طرف إثبات العكس، وعليه فإن النتيجة تعتمد على إظهار رابح صريح وخاسر صريح في كل قضية. ثم يتم إصدار تقييم الخسائر الاقتصادية للمشروع تكبدها الطرف الخاسر. إن قضايا الأضرار الاقتصادية تعتمد على استخدام مبدأ كشف الخطأ عن طريق المقارنة والعودة للمبادئ المتفق عليها. كذلك على من قرروا تطبيق أسلوب عمل للبيم، اعتماد عقد رسمي بينهما يحدد أو يقيم المسؤولية والمخاطر بينهم بشكل صحيح وواضح وفق النماذج الثلاثة الشهيرة التالية للنموذج. أنواع النموذج: بادئ ذي بادئ، لابد للأطراف التوافق على استعمال تكنولوجيا البيم، بعد ذلك إلى الاتفاق على الكيفية التي تنوي بها تحقيق ذلك. يمكنهم أما الاتفاق على خطوات تقنية محددة لكل طرف، أو مجرد توافق على استخدام جهود معقولة لتنسيق النماذج الخاصة بها أو البيانات، ثم فرز التفاصيل بعد التوقيع على العقد. نموذج ألف واحد: استخدام الدمج والتنسيق الكامل لكل نماذج التصميم التي أنشأها كل محترف التصميم، المهندس المعماري، المهندس المدني، ومهندس الميكانيكا إلى آخره. وكذلك نماذج التصميم التي تم إنشاؤها من قبل المقاول والمقاولين الباطن والمعدات والمواد الموردين. في عنصر تصميم واحد هو الموديل، عندها تنسيق جميع عناصر التصميم وحل التناقضات. هذا المنهج المتكامل والمنسق يسمح للبيم بتحقيق كامل إمكانياته، لكنه يثير المسائل القانونية الأصعب التي سنناقشها أدناه. نموذج ألف اتنين: استخدام البيم كمجرد مكان تخزين مركزي للبيانات يحتوي على كافة نماذج التصميم منفصلة ومستقلة لسهولة الوصول إليها، ولكن ليس دمجها في موديل واحد. هذا الأسلوب المنفصل وغير الموحد بين الجميع يثير أقل عدد من المشاكل القانونية التي سنناقشها أدناها، ولكنه لا يسمح للبيم بتحقيق كامل إمكانياته. نموذج ألف ثلاثة: استخدام العديد من الأساليب المختلطة. على سبيل المثال، يمكن الأطراف أن تقرر الاندماج الكامل فقط في موديلات معينة، أو فصل بيانات اختصاص معين، أو مقاس معين من عناصر اختصاص معين، أو مجموعة اختصاصات على أساس تقييم المخاطر. على سبيل المثال، البيانات المتعلقة بعناصر تحت حجم معين مثل الأنابيب بقطر 1 إنش مثلا، والتي يمكن أن تنسق في موقع التنفيذ. إدارة النموذج: يتم إنشاء النموذج ويستخدم من قبل فريق المشروع، في كل فريق يجب أن يكون هناك مسؤول. وفقا لذلك، قد يرغب الطرفان في أن يعين أحد الطرفين أو أن يعتبره مسؤولا عن إدارة الموديل،
مدير الموديل يكون كحارس البوابة، يحدد من يستطيع الدخول للنموذج بصلاحيات كاملة أو جزئية للقراءة أو الكتابة، ويتابع عن قرب إدخال البيانات في الموديل، وعموما عليه أن يضمن أن جميع البيانات يتم تنسيقها بشكل صحيح. ربما يكون الاستشاري هو أفضل مرشح ليكون مديرا للنموذج، ولكن يمكن أيضا أن يكون طرفا منفصلا مثل أحد مهندسي شركة إدارة المشاريع، إذا كان عند المالك جهة ثالثة لإدارة المشروع، لكن المقاول هو على الأرجح أقل المرشحين المحتملين لذلك بطبيعة الحال، إلا إذا كان عقد المقاول يشمل التصميم والتنفيذ فسيحظى بفرصة أكبر لذلك، هذا وتدفع رسوم إضافية لطرف مدير النموذج يضاف إلى التكلفة الإجمالية لمنصبه الأصلي. وثائق عقود البيم. وثائق العقود هي الوثائق التي تشكل مجتمع الاتفاق بين المالك والمقاول. الاتفاق والشروط العامة والخطة والمواصفات وأي إضافات وأي أوامر للتغيير على أصل العقد، وبالتالي فهي ملزمة للمقاول لأداء العمل وفقا لمجموعة من الشروط والأحكام. التقديمات والمخططات التنفيذية عادة هي ليست من الوثائق، لذلك إذا خرجت عن الخطة والمواصفات فإن المقاول يعد مسؤولا عن الخطأ. إن اعتبار النموذج أحد وثائق العقد يعتبر قرارا هاما للغاية، فإذا كان كذلك فسوف يكون ملزما للمقاول أداء العمل وفقا له، الأمر الذي من شأنه أن يجعل النموذج مهما للغاية الحالة ألف واحد وألف ثلاثة. وعلاوة على ذلك، بما أن النموذج يتطور مع تقدم العمل، فإن الأطراف بحاجة إلى أساس يحدد تسلسل أهمية وثائق العقد في حال تعارضها، وهي حالة واردة مع تغير وتطور الموديل، ويعتبر تسلسل أهمية الوثائق هذا واحدة من الوثائق. أما إذا لم يكن الموديل أحد وثائق العقد، فسوف يكون لزاما على المقاول أداء العمل ممتثلا بشكل صارم للخطط والمواصفات وثائق العقد الأخرى وليس النموذج. الأمر الذي من شأنه أن يجعل الموديل مجرد مكان تجميع مريح للبيانات مع فائدة محدودة وبدون أثر قانوني. لذا لتطبيق البيم فعلا بكامل إمكانياته، فإنه ينبغي أن يدرج النموذج صراحة باعتباره أحد وثائق العقد. وثائق التسجيل والترخيص. قوانين الخدمة المهنية المعمول بها لرخص البناء عموما مصممة لإجراءات متوازنة منفصلة، حيث يقوم المقاول باستخراج ترخيص البناء ومباشرته وفقا لإشراف الاستشاري المرخص مسبقا من قبل الجهة المانحة لترخيص البناء. فيقوم المهندس المعماري بختم المخططات المعمارية والإنشائية بختم المخططات الإنشائية والكهربائية، كما تحتفظ الجهة المانحة للترخيص بسجلات المخططات نسخة معمارية نسخة إنشائية إلى آخره، نفس النسخة التي توقع عليها مهندسوها للمقارنة النهائية عند تسليم البناء، وتحتفظ بها مفصولة عن بعضها البعض. هو عموما نظام ترخيص لا يناسب البيم، لذا البيم يستدعي مستوى أعلى من التصميم لإجراءات الترخيص والتدقيق من الإجراءات التقليدية. وكما اتفق الأطراف، ما إذا كان النموذج سوف يشكل واحدة من وثائق العقد، كذلك يجب عليهم أن يقرروا ما إذا كان الموديل أو النموذج أو أي من مكوناته سوف يدخل في وثائق الترخيص وسجلاته، أما أنه بينهم فقط لتنفيذ المشروع وحسب، ويتم ترخيص وتسجيل المشروع بالطريقة التقليدية وفي حال اعتماده كأحد وثائق الترخيص في جهة الترخيص المعتمدة لنظام البيم أصلا، فإن ذلك سيتطلب جهودا أكثر وتفصيلا أكثر من أطراف العقد للحصول على موافقة مهندس الجهة المانحة للترخيص، لأن المهندس الذي تتعرض المدة المقدم لتسجيل الترخيص سيتطلب منه سيطلب بيانات أكثر مما سيطلب عادة للبت في أمور لن تظهر قطعا في حالات الترخيص التقليدية. المسؤولية عن البيانات. على كثرة المصممين المشاركين في الموديل، سيتم الاعتماد بشكل أساسي على دقة الأبعاد والمعلومات المدخلة إلى هذا النموذج من قبل بعضهم البعض، وعلى الجهة مديرة النموذج أن تتأكد من دقة المعلومات التي تقدمها كل الأطراف. خطأ واحد في أحد الأبعاد من طرف واحد يمكن أن يسبب أثر مضاعف من الأخطاء في جميع أنحاء الموديل بالكامل، وهذه النقطة قد تجعل من استعمال البيم لعبة خطيرة. وهنا يجب أن يقدم أطراف العقد ضمانات على دقة المعلومات المدخلة للموديل، ضمانات تكون مقبولة و أو مدعومة بتعويضات وتأمينات مناسبة. ومع ذلك فإن المشاكل المحتملة المرتبطة بتقديم البيانات ستتجاوز حتما دقة الأبعاد. المسؤولية عن البيانات يجب أن تمتد لتشمل مسائل التكنولوجيا المحتملة المرتبطة بنقل وفساد البيانات وخلل البرنامج أو عدم توافق كمبيوتر طرف واحد على الأقل مع البقية، هذا قد يؤثر سلبا على الموديل الكلي وعلى الآخرين بالطبع. تم التغلب على هذه النقطة باستضافة الموديل على سحابة رقمية كلاود بإدارة الشركة البرمجية نفسها. على سبيل المثال، أوتوديسك بدل استعمال شبكة محلية وتحمل هي أي الشركة المستضيفة هذه المسؤوليات، ولكن هذا الحل قد يعتبر مكلفا نسبيا للبعض، إذ ستشترط الشركة بالتأكيد استعمال برامجها الأصلية فقط بثمنها الباهظ لكل جهاز على حدة، وإضافة للرسوم بترتبط
بالمدة الزمنية والمساحة الكلية لاستضافة النموذج. وأخيرا ستشتهر سرعات الإنترنت عالية قد تكون خيالية لبعض المناطق. المسؤولية القانونية عن الأخطاء في النموذج ألف واحد ألف و إيه في النموذج ألف واحد وألف ثلاثة ستعرض أحد المقاول الباطن مثلا على الغرامات الجزائية المطبقة عليه لارتكاب خطأ في الموديل المركزي، لأن هذه الغرامات ستتجاوز أجره كمقاول أضعاف المرات، كون الخطأ سيؤثر على جميع المشاركين. لذا يجب توضيح هذا النوع من الغرامات القابلة للتضخم لجميع الأطراف في العقد، كما يجب أن يتناول العقد كافة سيستم منع هذه الأخطاء من الحدوث وكيفية تخصيص أو الحد منها أو تقاسم المسؤولية في حال حدوثها منذ البداية. في النموذج ألف اتنين على جميع الأطراف ملاك ومهندسين ومعماريين ومقاولين باطن واستشاريين وشركات إدارة المشاريع المنفصلة إلى آخره. عليهم جميعا إدراك أن القانون يعرف المسؤولية المهنية للمهندس أو المصمم في حال حدوث خطأ مهني على أنه خطأ هندسي حدث بسبب خطأ بشري، نسيان أو إهمال. لذا فإن المهندسين المسببين في خطأ في موديل البيم بسبب نسيانهم أو سهوهم سيتم تغطية أخطائهم بالتأمين بمجرد تعريفها بالعقد، لكن هذا التأمين لن يشمل الأخطاء التي قد تحدث بسبب عطل أو فشل في البرنامج أو الكمبيوتر أو بسبب اختراق أمني لأجهزة الحاسب الآلي هاكر مثلا. إذا يجب تحديد ذلك في العقد أيضا وشمله في وثيقة التأمين، ويتم إدراك ذلك بالتأمين على الموديل وإدخالاته وإخراجاته عند اعتباره أحد وثائق العقد كما اتطرقنا لذلك سابقا. وطبعا قد ترفض شركة التأمين هذا الإجراء في حال عدم وجود كادر عارف بهذه الأمور لديها، أو قد تقبل مقابل مبلغ مالي كبير، فيلجأ الجميع مرة أخرى لشركة البرمجيات في المثال المذكور أعلاه الملكية الفكرية وحقوق النسخ. إن العمل الجماعي والتعاوني في التصميم وإدخال البيانات في موديل واحد سيثير حتما مسائل ملكية فكرية بين الأطراف. فبعد أن تحدثنا عن المسؤول عن الموديل على اختلاف حالاته، نتحدث هنا من هو مالك الموديل أو التصميم والمواصفات جميع المعلومات المدمجة الحالة ألف واحد وألف ثلاثة، ولحق الأطراف العاملة عليه نقله أو نسخه أو بيعه. فقد شكل هذا الموديل نقطة اختراق أمنية للمشروع وفقا للجهة أو الفاعلية التي ستقطن المبنى أو المشروع المنجز لاحقا. في العقد التقليدي يعتبر التصميم والمواصفات والمخططات عادة ملكية فكرية، يمنع نسخها وبيعها، فيعطى المالك والمقاول حسب العقد رخصة محدودة للعمل على المخططات والمواصفات. وقد تستثنى المواصفات أحيانا عندما تكون مواصفات قياسية كالمأخوذة من أكواد البناء الرسمية، فإنها تخرج في هذه الحالة من الملكية الفكرية. وبالعودة لنموذج عمل البيم، يجب تطبيق قانون الملكية الفكرية على المعلومات المدخلة من كل طرف من جهة وعلى الموديل المشترك من جهة أخرى، ذلك لتحمل كل طرف مسؤولية ما عمل عليه أو بالأحرى مسؤولية ما يملك، كذلك تأثير ما قام به على الآخرين. وعليه على كل طرف مساهم بالبيانات المدخلة إلى الموديل البيم، ولا تمثل مجموعة أوامر على كل طرف أن يتمتع بملكية فكرية حق المؤلف أو أن يكون لديه ترخيص سياري المفعول للولوج للبيانات التي تساهم في الموديل، وإلا فإن الأطراف الأخرى قد تنتهك عمدا أو سهوا حقوق الطرف الثالث عن طريق نسخ واستخدام أو حذف بياناته. الخطوة التالية هي الإجابة على هذا التساؤل، من سيملك كل المعلومات والموديل نفسه بعد الانتهاء من العمل؟ بالنسبة للملكية الفكرية، المعلومات اللي بتدخلها من أطراف العقد المختلفة ستتشابه الحقوق في الانفراد أو التشارك في ملكية المعلومات مع العقود التقليدية، حيث يعطى مقاول باطن مثلا أو استشاري الملكية الفكرية للبيانات المدخلة من طرفه، أو قد تشارك الأطراف في بعضها كما يسمح ببيع حق الملكية أو إعطاك ترخيص محدد زمنيا أو غير محدد لاستخدامها. أما بالنسبة للموديل نفسه ونبدأ بحالة ألف اتنين المذكورة عليها، فإن معاملته لن تختلف كثيرا عن العقد التقليدي، لأن نفسه يعتبر كمكان تخزين مركزي للمعلومات لكل الأطراف الأكثر. لكن في الحالة ألف واحد وألف ثلاثة فالموضوع مختلف كليا، ستطرأ مسائل معقدة على الملكية في هذه الحالة تتناسب طرديا مع درجة تعقيد الموديل وتدخلات تخصصه. فبعد أن ينتهي كل الأطراف من إدخال بياناتهم، فإن البيانات لن تبقى بنفس حالة الإدخال، لأنها معنية بالتعديل والتطوير وبالنظر لتدخلها مع التخصصات الأخرى، نيك أنها قد تتغير تماما وتصبح نسخة جديدة. لذا فليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة على التساؤل الأعلى، الموضوع مطروح للتفاوض والاتفاق في مرحلة التعاقد. ففي حال تم تشكيل كيان قانوني مستقل في إطار تسليم المشروع المتكامل، المثال ألف واحد، المشروع مشترك بين جميع أعضاء الفريق الأساسي للمشروع، يكون هذا الكيان ومن يمثله من أطراف المرشح المحتمل لامتلاك حقوق الملكية الفكرية من الأعلى نزولا إلى مقاولين الباطن. هذا ربما يكون الاتفاق على ملكية مشتركة بين جميع الأطراف اقتراح يرضي الجميع،
ولكن على كل حال لو قدر المهندس واحد امتلاك الموديل بأي شكل من الأشكال بعد الانتهاء من التنفيذ، فسيكون حتما المهندس المعماري ممثل للمالك، لأن المالك يملك المشروع ويرجح أن يملك الموديل. إضافة أنه تصميم معماري قبل كل شيء مع تجهيزات وخدمات أخرى. سبب آخر أن المالك هو أكبر مرشح لامتلاك الموديل أنه بحاجة الموديل لإدارة المبنى أو لعمليات الصيانة أو للتعديلات بعد ذلك في حال تأجير المبنى نزولا عند رغبة المستأجرين بتعديل أو تمديد فراغات معينة. أخيرا السرية، بعض البيانات المدخلة في الموديل وخاصة البيانات المقدمة من قبل المقاولين والمصنعين والموردين على سبيل المثال، إذا توفر نموذج التكلفة والجدول الزمني بيانات خاصة فلن يرغب مقاول ما بالتأكيد أن يدخل معلومات التكلفة التي لا يتم الكشف عنها بين جميع الأطراف، وكان لذلك قد يحتاج العقد السماح لأطراف معينة لتقديم أو الاطلاع على بيانات محدودة فقط بقدر الكافي للوفاء باحتياجات المشروع. خلاف ذلك فإن العقد قد يلزم الأطراف المتضررة بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم كشفها لأطراف أخرى.